شكرا طبعا اسمحوا لي ان انا اوجه كل الشكر والتقدير لكل الزملاء الموجودين معانا النهارده في هذه الجلسه المهمه والحقيقه يمكن انا حبيت ان انا اعقب في هذه الجلسه بالذات عشان اؤكد على حرص الدوله المصريه على تمكين وزياده يعني هنقدر نقول زياده مساهمه القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري و اسمحوا لي أقولها بمنتهى الشفافية يعني أنا تعمدت إن أنا لما كنا بنعرض امبارح على تتبع 40 سنة من الاقتصاد المصري إن احنا نؤكد إن الدولة المصرية المفروض تنمو كل سنة بأضعاف مضاعفة لحجم النمو اللي هي بتنموه بسبب حاجة واحدة تحدي كبير جدا اسمه الزيادة السكانية. جايز لو ما كانش عندنا زيادة سكانية وثبات وثبات في عدد السكان زي دول كثيرة جدا كان من الوارد جدا أن لا يكون هناك احتياج لاستثمارات جديدة ولا تدفقات بحجم على أساس أنه ممكن يكون مصر الاقتصاد لنوع من التشبع وحجم التواجد بقى بيغطي عدد السكان. لكن مع دولة بيزداد عدد سكانها كل سنة على الأقل اثنين أو اثنين وشوية مليون يعني معناها أن لازم يكون هناك دائماً اضافه جديده للاستثمارات الاستثمارات هتيجي يا اما من القطاع الخاص وده المفروض الاساس ولكن لو ما قدرش القطاع الخاص ان يغطي هذا الكلام لازم يبقى الدوله تحاول في بعض القطاعات المهمه اللي هي شايفاها انها تشارك عشان تغطي الفجوه اللي بقت موجوده في هذه النوعيه من القطاعات عشان كده يمكن احنا كنا حريصين كل الحرص واحنا بنضع هذه الوثيقه ان احنا نؤكد على شيء معين القطاع الخاص وعلى كل الكلام اللي بيتقال هو مش عايز أكتر من أن يكون هناك وضوح للرؤية وخليني أستعير الكلمة اللي قالها أحد المشاركين امبارح من القطاع الخاص إحنا قال إحنا ما بنخافش من منافسة ولكن تبقى المنافسة منافسة واضحة وعادلة وبتطبق كل نفس المعايير اللي بتطبق تطبق على الجميع وهو ده المبدأ اللي إحنا كلنا عايزين نأكد عليه في الوثيقة في خلال الفترة القادمة ان يمكن لما تقال من الدكتور محمود ايه هو الحياد التنفسي قال الثلاث موضوعات اللي حضرتك او احمد كمان قالها الحياد الخاص بالضرائب والمديونيه والحياد التنظيمي والتشريعي ان هم دول اللي احنا بنؤكد ان هم يتم تطبيقهم في كل اللي هيبقوا متواجدين ومتداخلين في القطاعات المختلفه اللي هتبقى موجوده لكن أنا عايز أكد على حاجة مهمة جدا دول كثيرة واحنا هنا بنتكلم عن الدول الرأسمالية والدول المجتمع الغربي مساهمات الدول فيها الحكومات بتبقى بنسب عالية جدا وحدي مثال مشهور جدا فرنسا. فرنسا يمكن من الدول اللي يعني فيها ملكية الدولة في مناحي كثيرة جدا من الاقتصاد متواجدة ولكن هناك إطار تنظيمي بينظم هذا الموضوع. فعشان كده أنا حابب أن أنا أكد إن هدف الوثيقة مش عشان زي ما الشريف بي قال شريف سامي إن ما تفهمش ما يفهمش في الرأي العام إنها الدولة بتبيع أصولها خالص. هو هدفها وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد ويبقى كل الناس عارفاه اللي من خلاله بينظم العلاقة في الأنشطة الاقتصادية ما بين الدولة والقطاع الخاص. وهو ده اللي أعتقد أي واحد مستثمر سواء في الداخل أو الخارج عايز يعرفه في أي دولة جاي بيستثمر فيها. النقطة الأخرى وهي المهمة طيب إحنا كدولة بنقول والله عندنا بعض الشركات والمساهمات اللي إحنا شايفين إنها في قطاعات إحنا مش يعني كدولة شايفين مش لازم يبقى لنا تواجد فيها على المدى المتوسط وبالتالي طرحنا هنا عشان برضو تبقى واضحة للمواطن البسيط كلمة تخارج مش معناها إنها بيع لأن يعني بعض الناس روجوا معناها إن الدولة بتبيع أصولها ويمكن اللي قاله الحقيقه الدكتور منير فخري عبد النور اول بديلين كاولويه ان انا اطرح في طرح عام في البورصه للافراد العاديين او ان احنا بنتكلم على مستثمر استراتيجي سواء محلي او اجنبي يدخل يزود راس المال زي ما انا قلت ويوسع ويدخل في الاداره ويرفع كفاءه هذا الاصل ويخليه ان هو يبقى بيدار بافضل صوره ممكنه. ده بيبقى جزء اخر. وهناك اليات اخرى ايجار وكل اللي احنا شفناه اللي احنا بنعرضه واحد من هذه الاليات في الاخر لو وجدنا ان هذا الاصل يعني يعني يحتاج الى البيع بيتم بيعه ده كاحد الاليات من ضمن نقدر نقول سبع ثمان اليات مختلفه فدي اللي لازم ناكد عليها وتبقى واضحه ان كلمه تخارج مش معناها بيع ولكن هناك اليات كثيره جدا لهذا الموضوع فدي اللي انا حابب ااكد عليها احنا الوثيقه دي هدفنا بمنتهى الوضوح انها تحدد بصوره واضحه اطار تنظيمي ومؤسسي واضح ينظم العلاقه ما بين القطاع الخاص والدوله ويبقى بيطمن اي مستثمر سواء داخلي او خارجي على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد لان النقطه اللي انا برضو عايز احب اشير اليها وقالها استاذ هاني فكره ان يعني اصدار رسوم بصوره مفاجاه ويمكن احنا خدنا قرار في مجلس الوزراء ان ما فيش اي جهه تفرض اي رسوم الا بالرجوع الى مجلس الوزراء نفسه وده يمكن كان قرار يعني قريب جدا من منذ بدأ يعني اقل من كام شهر طلع هذا القرار من مجلس الوزراء وتم توزيعه لكل الجهات وبرضو انا بطلب يعني عشان يبقى دائما التواصل مفتوح حضراتكم استاذ هاني حضراتكم يعني انتم على اتصال مباشر ديت بصوره شخصيه وبمكتبي اي رسم انتم بتلاقوه ان هو صدر بطريقه مفاجاه او جديده ولم يكن موجود ارجو التواصل معايا مباشره لان احنا قلنا هذه التعليمات بصوره واضحه جدا ما فيش جهه في الدوله تصدر اي رسوم جديده الا بالرجوع لمجلس الوزراء تجنبا للي حضرتك بتقول عليه. انا بتفق مع اللي حضرتك قلته واتقال مره اخرى من أكتر من رجل صناعه. مصر محتاجه استراتيجيه لتطوير الصناعه. وانا يعني انا بنتهز فرصه انا عارف ان الباشمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات موجود وكان قاعد معانا وحضرتك وكل الغرف الصناعه انكم نشتغل مع بعض على وضع الاستراتيجيه انا مش يعني انا ليس الهدف ان وزاره الصناعه هي اللي تقوم بهذه الاستراتيجيه وتعدها. الهدف الرئيسي ان اللي يقوم بتطوير هذه الاستراتيجيه هم رجال صناعه مصر لان هم الاعلم ب يعني بوضوح شديد ايه هي المستهدفات وايه المفروض تبقى ملامح هذه الاستراتيجيه واحنا كدوله يكون دورنا ان احنا ندعمكم ويعني نساعد في اطار وضع هذه الاستراتيجيه واحنا يمكن كنت بامل ويمكن في لقاءاتي ال قبل هذا المؤتمر أنا كنت بقول لحضراتكم إن إحنا بنطمح إن يبقى واحد من مخرجات هذا المؤتمر إن يعني نصل إلى إطار عام لهذه الإستراتيجية ونعلن عنه فإذا حتى ما كناش هنلحق إن إحنا نضع هذا الإطار العام في هذه الأيام يبقى على الأقل إن إحنا بنتوافق إن هذه الإستراتيجية تخرج إلى النور في حد أقصى ثلاث شهور من النهارده. عشان يبقى بتعلن وإن النهارده يبقى دي يعني تكليف واضح. لحضراتكم مع وزارة الصناعة أن يكون هناك استراتيجية لقطاع الصناعة في مصر لمدة عشر سنين على الأقل ودي تخرج بحد أقصى ثلاث شهور من الآن إن شاء الله أنا مش حابب أطول على هذا الموضوع ولكن أنا حابب أن أنا أكد أن كل الملاحظات اللي أثيرت ونوقشت إحنا كنا بمنتهى الشفافية والوضوح بن بنرد عليها الجزء الخاص بتعريفات ما هي الدولة وما هي البعد الأمن القومي والبعد الاستراتيجي اللي بيمكن يخلي الدولة أنها تدخل في أي مجال كنت برضو حرسين جدا على توضيحه لأن احنا هدفنا من هذه الوثيقة اللي احنا بادرنا كدولة بأن احنا بنقول احنا بنعدها واحنا كمان بنعملها ويمكن من ثلاث شهور لما أنا يعني عرضت ملامح هذه الوثيقة كان ممكن أن احنا يعني نصدر الوثيقة لكن احنا قلنا بالرغم انها كانت معدة بالتعاون مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال في مصر في الوقت ده لكن قلنا برضو هنطرحها كحوار مجتمعي لمدة ثلاث شهور ونسيب كل الأراء انها يعني تتحط عليها لان كل حرسين كل الحرس ان هذه الوثيقة لما تصدر يتم تنفيذها لإن احنا مش مجرد عايزين أنا أنا مش عايز أقول اللفظ مش عايزين نسد خانة ونقول إن احنا عملنا حاجة وخلاص، لأ. احنا عايزين هذه الوثيقة تتنفذ وهيبقى في آلية متابعة واضحة جدا ومستمرة ودائمة لمتابعة إنها بتتنفذ بصورة سليمة. شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي.